ومن الرياض ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد صالح الحربي، الباحث السياسي والاستراتيجي. أهلا بك دكتور محمد صالح. يعني نتابع منذ الصباح فعاليات مؤتمر القاهرة، قمة القاهرة للسلام التي يحضرها يعني رؤساء وممثلي حكومات دول عربية وأوروبية ورؤساء المنظمات الدولية عديدة. أولا، كيف تقيم الحضور في هذه القمة وتوقيت انعقاد القمة؟ مساء الخير، تحية لك ومشاهديكم في كل مكان. نعرف أنه هذه القمة، قمة القاهرة 2023 للسلام، يشارك فيها 31 دولة، 3 منظمات دولية. نعرف أنه أتت في وقت مهم للغاية لنظم للأحداث المتغيرة والأحداث غزة والجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل. ربما هناك نقاط مهمة تحدثت عنها هذه القمة: التحرك العاجل الدولي لوقف العمليات العسكرية فورا، رفع الانتهاكات، وقف الحصار والتهجير، إلزام إسرائيل بالقوانين الدولية ومعاهدات جنيف الأربعة، البروتوكول الإضافي الأول، البروتوكول الإضافي الثاني، وتذكير الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي بضرورة الاطلاع بمسؤولياته والابتعاد عن المعايير المزدوجة. ما هو إلا قمة، أو هذه القمة تعبر عن وحدة الصف والتحرك العربي المشترك. وإن شاهدنا هناك تغيرات في الموقف الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية وكثير من الدول الأوروبية في اللهجة بعدما كانوا ينادون بحق الدفاع عن إسرائيل، ولكن معلش دكتور محمد، يعني أسألك، أي تغير في الموقف الدولي يعني نلحظه في هذه القمة؟ والله بدأنا نلحظ تغير اللهجة بعدما كانوا يتحدثون عن حق إسرائيل في الدفاع، بدأوا يتحدثون عن ضرورة إلزام إسرائيل بالقوانين الدولية والإنسانية، قوانين روما، أو يذكرون الاحتلال الإسرائيلي بهذه القوانين. طيب دكتور محمد صالح، هل برأيك كل هذا الحضور وكل هذه الدول المشاركة في هذه القمة، هل يستطيعون حمل إسرائيل على التزام بالقانون الدولي واحترام المعاهدات الدولية وحماية المدنيين؟ للأسف الشديد هناك 78 قرار متعلق بالقضية الفلسطينية، فذلك ما هو إلا اختبار جديد للمجتمع الدولي والذي دائما ما يفشل. ولكن الآن هناك نقاط خمسة عبرت عنها القمة، ولكن هناك تغير ملحوظ في الموقف الدولي وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية. الهالة الإعلامية الزائفة، ازدواجية المعايير، ولكن هذا خطوة مهمة. ولكن أي تطور إقليمي أو دولي سينعكس على اقتصاد العالم بأكثر، سينعكس عن البعد الجيوسياسي في منطقتنا، وقد ذكرناهم بذلك. لأنه الآن هذه القمة هي تعبر حقيقة عن موقف عربي مشترك صامد وراسخ منذ 7 أكتوبر. هناك عمليات ضغط شديدة، تراجع حتى في الولايات المتحدة الأمريكية، هناك ضغط من كثير من النواب سواء كانوا ديمقراطيين أو جمهوريين، وبعثوا برسالة إلى الرئيس الأمريكي. هناك مظاهرات من شباب وشابات يهود في الكابيتول أمام البيت الأبيض، وهم يتنصلون ويبتعدون عن الدولة الصهيونية العبرية ويطالبون بحق غزة في الحياة. للأسف الشديد 69-70% من الشهداء والقتلى والجرحى هم من النساء والأطفال. الآن بدأنا مرحلة متقدمة. دكتور محمد، دعني أسألك عن تصريحات الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية السعودية، الذي طالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم للضغط على الجانب الإسرائيلي. وأنا أسألك، يعني هل تملك الدول العربية أوراق ضغط للضغط على المجتمع الدولي لكي يمارس بدوره هذا الضغط على إسرائيل؟ أكيد. أنه حتى لاحظتي سيادتي العزيزة زيارة أنتوني بلينكون إلى 6
عواصم، هناك كانت تسريبات من الواشنطن بوست بأن الموقف العربي والإسلامي غاضب وشديد، هناك من الموقف الأمريكي هناك ضغط شديد، ولكن هذا حقيقة لا يعبر عن قوة وهيمنة إسرائيل، بينما يعبر عن عدم ثقة الولايات المتحدة الأمريكية في شريكها وحليفها القومي الاستراتيجي الاحتلال الإسرائيلي. لكن يبدو لدينا الآن موقف واحد صامد ثابت. حقيقة المعادلة وهندسة المواقف في الشرق الأوسط تغيرت، ولكن دعونا يعني نتكلم بواقعية. لأول مرة نشهد موقف عربي إسلامي موحد. يعني هناك موقف عربي إسلامي موحد ربما في إدانة استهداف المدنيين من قبل إسرائيل، ولكن ما يجب أن تقوم به الدول العربية والإسلامية في موقف موحد للضغط على إسرائيل لإيقاف استهداف المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عادل ودائم إلى الداخل الفلسطيني؟ هذا ما عبروا عنه الدول العربية، أنه استدامة المساعدات والممرات الإنسانية والحيوية إلى غزة، وكانوا كمان أوضحوا رسالة واضحة وصريحة رفض الحصار أو ربع الحصار ورفض التهجير القسري، وذكرهم أيضا ماذا تعني اتفاقيات جنيف الأربعة، البروتوكول الإضافي الأول، البروتوكول الإضافي الثاني. هي تعني بقواعد الاستتباع قوانين الحرب المدنيين والأعيان المدنية، الأسرى، الجرحى، الطواقم الطبية، هذه خلاص يعني. ولكن الرسالة الأهم التي وصلت إلى الاحتلال الإسرائيلي، إن الجرائم لا تسقط بالتقادم. طب دكتور محمد، يعني تابعنا كلمات الغربية في هذه القمة، وكان يعني كل هذه كلمات تدعو بشكل واضح وصريح إلى الإفراج عن الأسرى، ربما كان هذا هو الدافع الأول ليهم لحضور هذه القمة، وعبروا عن أيضا إيصال المساعدات الإنسانية. كيف ترى هذه كلمات الغربية في القمة؟ طبعا هناك نعرف أنه بعض الدول الغربية هي مكبلة من الولايات المتحدة الأمريكية بإصدار قرارات، ولكن هناك تغيرات. حتى أنهم تحدثوا عن الأسرى، عليهم أن يطالبوا إسرائيل بإيقاف الضربات وتعريض حياة أسراهم للخطر في بداية الحرب. أنهم ذكرت الإذاعة الإسرائيلية وحتى بيني جانتس وزير الدفاع بأننا سنستهدف أي مكان في غزة طالما لا نعرف موقع واضح وصريح للأسرى، ومن ثم تراجعوا. ولكن إسرائيل لا تقدر قيمة حياة الإنسان، سواء كان إنسان فلسطيني أو حتى إنسان يهودي، حينما طبقوا منظومة هانيبال والتي تعني بقتل الأسرى والمهاجمين. هناك تسريبات إعلامية من داخل الآلة الإسرائيلية وليس منا بعواطفنا ومشاعرنا، جاب مقابلات كثيرة مع الأسرى فضحهم، خاصة حينما فضحهم الصحفي أوريت زيت وفي المكفار عزة والصحفية في قناة I24 إننا ذهبنا لنرى أطفال مقطوعي الرؤوس، لم نشاهد إلا جندي إسرائيل لا يعرف ماذا هو يفعل، وفضحوا وقالوا هذا مبرر. طب يعني دعنا نشرح للمشاهدين مسألة بروتوكول هانيبال الذي تتبعه إسرائيل، وهو في العقيدة الإسرائيلية جندي مقتول أفضل من جندي مخطوف، فهم لا يهتمون بحياة جنودهم، ولكنهم الأهم بالنسبة لهم هو قطع الطريق على خطف الجنود الإسرائيليين. هذه العقيدة الإسرائيلية لا تهتم بالأسرى الإسرائيليين، فكيف يعني تتعارض هذه العقيدة مع مواقف الدول الغربية الآن التي حريصة كل الحرص على إطلاق سراح الأسرى الذين يحملون جنسيات هذه الدول؟ أولا شكرا على توضيحك لمفهوم هانيبال للمشاهدين الكرام. لكن علينا نعرف أن إسرائيل أصلا هي خارج منظومة المجتمع الدولي، ولكن الآن رمينا الكرة في ملعبهم. لك أن تتخيلي الآن وصل عدد القتل الأسرى من الضربات الإسرائيلية
الإسرائيلية 23، إضافة إلى ما ذكرتي في بداية من 7 أكتوبر إلى 10 أكتوبر كان هناك قتلى كثير من الرهائن الإسرائيليين والأجانب، وبعضهم حتى أعلن حماس عن الإفراج عنهم نظرا للتعرض الشديد للحرب، وحتى أحد المختطفين أنه ضحى بحياته لإيقاف القتل على الأسرى. هناك ايضا الان اله اعلاميه اعتبرها جيده ممتازه من حماس لمواكبه الاحداث العالميه واطلاق بعض الفيديوهات، ولكن الاكثر والادهى والامر انه تسريبات من الاسرائيليين والرهائن الاسرائيليين انفسهم هم يتحدثون عن الآلة الوحشية القاتلة التي لا تمس للضمير الإنساني بأي حال من الأحوال. علينا أستاذتي العزيزة عبر قناتكم الكريمة أن نستغل هذا الوضع الإعلامي والحرب الناعمة لنشبه، وهناك ملف سيذهل العالم بعد نهاية هذه الحرب على الممارسات الوحشية واعتراف الجنود واعتراف بعض الرهائن الإسرائيليين بما اقترفه يمين بنيامين نتنياهو، سموتريش، إتمار كفير، ومنعهم من القوة اليهودية الصهيونية والحكومة أيضا الطوارئ المشكلة من الليكود ومن الدولة ومن الشعب. دكتور محمد، يعني اذا كان جو بايدن نفسه يعني حاول اثناء او ارجاء العمليه العسكريه البريه الاسرائيليه وحاول اثناء نتنياهو عن هذه العمليه ربما املا في الوصول الى صفقه للافراج عن الاسرى لدى حماس، لكنه فشل في ذلك وفقا لتصريحات او خبر منشور في نيويورك تايمز. اذا كان بايدن نفسه يعني فشل في ذلك، هل تتوقع ان يعني الحاضرين اليوم في هذه القمه قد يستطيعون فرض او حمل اسرائيل على اتخاذ اي موقف كان سواء انسانيا او عسكريا في الايام القادمه؟ شوفي، الان الهجوم البري الخامس تم ايقافه ربما من الولايات المتحده وبعض الاقطاب والمحاور. هذه القمه لابد ان تعزز هذا الموقف بالنقاط الخمسه ومن ضمنها ملفا الاسرى، ولكن الان بدا هناك ضغط غربي اعلامي على حتى على الاله اليهوديه في اسرائيل وحتى على الموقف الامريكي الموقف الاوروبي. لاحظنا هناك استقالات عديده في حزب العمال لموقف ستارمر زعيم حكومة الظل وتراجعه ومحاولة الاجتماع مع رؤساء البلديات في بريطانيا. لاحظنا أيضا موقف ريشي سوناك حينها تحدث لم يذكر حماس بالجماعة الإرهابية، رد عليه بنيامين نتنياهو في التويتر أو في منصة إكس بأن هذه جماعة إرهابية. الآن لابد أن نسمي المسميات أو نعطي ونطلق على الأفعال والتي تقترفها إسرائيل بمسمياتها جرائم حرب مكتملة الأركان، ولا بد أن نأخذ عدة أبعاد ومسارات، مسار إعلامي، مسار سياسي، والمسار الشعبي هو مستمر. هناك احتقان في العالم العربي والعالم الإسلامي، هناك أيضا منظمات كثيرة دولية بدأت تتعاطف مع الشعب الفلسطيني. نعم. حقه في طب. الحياة. دكتور محمد صالح، المملكة العربية السعودية لها تاريخ طويل في دعم القضية الفلسطينية بمختلف الوسائل، فنظرا لوجود قنوات اتصال مع إسرائيل قبل 7 أكتوبر، هل من الممكن استثمار هذه قنوات الاتصال للضغط بشكل أو بآخر على إسرائيل للوصول إلى يعني إيقاف يعني هذه الحرب البرية الشرسة والهجمة المستهدفة للمدنيين في فلسطين؟ لا يوجد أي اتصال مباشر مع إسرائيل، وقد أعلنت المملكة العربية السعودية عن مسار السلام هو المسار الاستراتيجي كان عبر الولايات المتحدة الأمريكية وليس عبر إسرائيل. المملكة العربية السعودية تمارس ضغوطها على الولايات المتحدة وأيضا حلفاء الولايات المتحدة الاستراتيجيين في المنطقة، ولكن الضغط الآن أصبح أبعد من عمليات تطبيع أو مقاربة مع إسرائيل، لأن إسرائيل أصلا لا ترغب
في السلام وليس هو من نهجها. فصلت الضفة الغربية عن قطاع غزة ب 55 مستوطنة. هناك تصريحات نسمعها من اليهود اليمين المتطرف والمتسمتين في إسرائيل، محاجمة العرب والمسلمين والفلسطينيين، وصف اثنين من كبار القادة بني غانز بالحيوانات، وصف رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ورئيس شعبة أمان أيضا بالحيوانات. هم لا يرغبون أصلا في السلام، لأنه بقاء إسرائيل دائما مع بقاء وزخم التوترات، ولا هي دولة أثبتت للعالم لأنها دولة حشة سياسيا اقتصاديا اجتماعيا استخباراتيا أمنيا. نعم، دكتور محمد صالح الحربي الباحث السياسي والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك.